للمرة الثانية خلال 6 أشهر يحل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ضيفا على واشنطن في وقت تدير فيه تحولات مصيرية في الشرق الأوسط تتضمن الانسحاب من أفغانستان والحفاظ على التهدئة في غزة وإعادة هيكلة الوجود الأمريكي في هذه المنطقة برمتها. قطر شريك حيوي للولايات المتحدة في العديد من المجالات، فهي تستضيف نحو 12,000 جندي، وهي شريك اقتصادي قوي، وما هو أكثر من ذلك هي أنها شريك في محاولة دفع السلام والتقدم في المنطقة، وطبعا الوقوف ضد الإرهاب، وهي حليف أساسي في الجهود المبذولة ضد داعش واستضافة المحادثات الأفغانية المشتركة، وبالطبع العمل معنا والفلسطينيين والإسرائيليين لدعم سكان غزة. محمد بن عبد الرحمن الثاني أجرى خلال الزيارة التي دامت أسبوعا مشاورات مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان وقيادات الكونغرس، وأبرزها رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الديمقراطي آدم سميث. كانت العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر تنمو على مدى عقود، ونتطلع إلى أن تسهم مناقشاتنا في نمو هذه العلاقة أكثر وتحقيق تقدم على صعيد السلام والأمن في المنطقة والمساعدة في التوسط في بعض النزاعات والتعاون في مشاريع التنمية الأخرى. تتزامن الزيارة مع إعلان الدوحة تقديم 100 مليون دولار لليمن، خطوة تعدها واشنطن جوهرية في إنقاذ جهود المساعدات الإنسانية هناك بعد أن اقتربت مخصصات الأمم المتحدة من النفاد. لقد كان هناك تحدي حقيقي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للاستجابة لما هو واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وهذا المبلغ الضخم سيوفر دفعة كبيرة لعمليات الإغاثة الإنسانية. واشنطن تعتمد أيضا على قطر باعتبارها القاعدة الأساس لتقديم الدعم للجيش الأفغاني وحكومة كابول في مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي. ملفات كثيرة ناقشها محمد بن عبد الرحمن الثاني في واشنطن، أمر يعكس دور الدوحة المتنامي في الحسابات الأمريكية والترتيبات التي ستطبع وجه المنطقة مع إعادة التموضع الأمريكي فيها. زيد بن يمين، العربي، واشنطن.